السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ زين ان شاء الله؟ زينين الحمد لله وشكر. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله، علينا وعليكم. أيوه. شلون السوق اليوم؟ والله السوق زين الحمد لله والشكر. اول البارحه كان مو هلقت على مود العجاجه غير يعني. والله العظيم واني همينه من اطلع ادوخ همينه قلت لك. الله يساعدك، الله يساعد قلبك. يا الله. مستفتح اليوم؟ مستفتح الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. يجي عن نعم الله. يومي ايش قد تبيع؟ ايش قد يعني؟ والله لو 10 كارتات لو 5 كارتات يوم يجي خلصه كله. يوم يجي لا ماكو. كل كارت ايش قد تحصل بيه؟ 100 دينار هيك، 50 دينار هيك. زين، يعني اذا بعت 10 كارتات ايش قد تحصل؟ والله يمكن يطلع لو 4000 لو 3000. ايش اقول لك؟ زين خلينا نتعرف عليك، شو اسمك؟ عدنان محي مهدي. يا اهلا وسهلا. شنو هذا العوق مالك؟ عوق من الله. يعني ايش قد صار لك من الطفوله؟ من الطفوله. الله يساعدك ان شاء الله. الله يشافيك. شوف ايدي همينه. لا ما يحتاج، ما يحتاج. ما عندك غير شغلة غير؟ لا والله ما عندي غير شغلة، فت هاي الشغلة، غير شغلة ما أقدر الشغل أتعب بها، فت هاي الشغلة خفيفة علي. شكرك. الله يشافيك، الله يعافيك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. كما طول إنسان كاسب على باب الله، الله يوفقك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. الله يوفقكم، بارك الله بكم وجودكم الطيبة. أشكرك، أنت أطيب. سب رمضان شغلك يختلف عن قبل رمضان؟ والله رمضان ما هالقد ما يطلع ناس، مو بشكل غير ايام. جوز قبل العيد بعشرة ايام. لا بالليل ما تطلع؟ ما اطلع بالليل. ايش وقت تجي لهنا؟ انا من الفجر هني هنا من الوزان. وليش وقت تبقى؟ بس العصر. وبعدها تروح للبيت؟ بعدين اروح للبيت. يوميه يعني؟ يوميه هيك. فد مني يصير عجاج ويصير ترم ما اطلع. زين خليني اسالك سؤال. يقول عمي يصير ابو قحطان. يقول عيني. هذا شارع شو يسموه؟ هذا شارع اطلس. شارع اطلس. اطلس رحم الله والديك. زين هاي المنطقه شو يسموها؟ هذه جسر الشهداء، هذاك جسر الطبق شلي. بارك الله بيك. هاي هدية مالتك لأن عرفت الجواب إن شاء الله. رحم الله والديك، رحم الله والديك وجهودكم الطيبة ووالديكم الخيرة. بعد رضاك على كيفك، لا ترتبك. هذا جسر الشهداء، ذاك جسر الطبق شلي، هذا شارع أطلس. زين بعد عد لي كم محلة، كم حي بكركوك؟ حي الوحدة. لازم لازم تساكن هناك. حي الوحده. تحياتنا. حي النصر. حي العسكري. طريق بغداد. والله خليجي على ذاكرتي. انت يا مواليد؟ مواليدي 72 سنه. عمرك 72 لو مواليدك 72؟ مواليدي مو مواليدك. عمري 50 سنه. طول العمر ان شاء الله بالصحه والعافيه. يعني بارك. ايضا هذا سالناه، هذا جاهز. اتمنى لك الخير. يا اهلا وسهلا. ومن هذا احمد اغي همين يسمونه هم شارك كركوك. همين الله يرزقك. عيوني بارك الله بكم، جيوتكم الطيبه، جيوتكم الخيره همين. عيوني انت. اشكرك. والله والديك وبارك الله بك. شكرا جزيلا.